عشان يعرفوا انك قاعد. بالضبط، هذا بعديها بشوي. نتأكد من هون هيا انه بدأ شو اسمه البث المباشر. هذا ما اشوف امبارح، ما كانش العين ما كانتش موجودة، بس كان في تعليقات وحاطط انه سيبدأ بث مباشر. ما كانش بادي. هلا هون شو بدأت الناس تطلع؟ صار في 22 23 على البث المباشر، بالضبط صاروا 27. يعني هيك الواحد بيضمن انه بدأ البث المباشر. صاروا 44 45. قديش الستاندرد؟ عادة 200. 200 اذا قليلة شوية. هلا هذا 500 بس ما بديناش باعتبار. بزيد. كم بزيد؟ وصلوا 200 مرات 220 220 هذول اللايف. كلهم بيسلموا عليك. السلام عليكم. بدينا. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باق دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد. عادي في دعاء كاميرا بعدين اركب. الله يجزيك الخير. هذا دائما بنساه، بنسى احط الريكورد. بدا هون الريكورد. الله يجزيكم الخير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد اشرف الخلق، المصطفى المختار الذي اصطفاه الرحمن لاخراج العباد من عباده العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وأنا إن شاء الله يعني اللي معانا في عنده سؤال على المباشر يقدر يطرحه إن شاء الله، ونحاول قدر الإمكان إنه نجيب عليه في بعض المواضيع اللي تكون موجودة معنا. أول شيء إخواني للاستفسارات، يعني لا زالت استفسارات في شأن موضوع الأمس تتوالى بخصوص الفدية، وإحنا نعمل على هذا الموضوع إن شاء الله. وكما تكلمنا إنه إحنا من ناحية شرعية بنحاول قدر الإمكان إحنا ما نخالف شرع الله سبحانه وتعالى، وقلنا حتى إنه إحنا نخرج من كثير من الأمور التي قد تشكل علينا وعليكم. قلنا إنه إحنا نشترط إنه أي إنسان يريد أن يساهم في هذا الأمر انه هو يعرف انه احنا نتكلم على امر نسبة نجاحه قليلة جدا جدا، فان تعذر علينا ان يتم هذا الامر ما يحوله سيتم استخدامه في ابواب اخرى من الخير. عليكم السلام. الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ في حديث عن رسول الله ورد انه صلى في النعل. عمال امسى جنوب الشيخ، شوف من الشيخ اللي جوا. مين اشوف؟ اي شيخ. مش مش موجود. لا اللهم صل على سيدنا. فقلنا اخواني يعني اخواتي احبتي في الله، احنا نعمل على هذا الامر، وهناك بعض الحلول والمقترحات التي تم اقتراحها من العديدين، وان شاء الله سنقوم ب التطرق إليها جميعا. نبدأ برؤية إخواني إن شاء الله من الرؤى، ونكمل إن شاء الله معكم بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الرؤية تتكلم
أن هناك ثلاثة من الكهنة المجوس. طبعا المجوس يعني احنا نعلم هي كناية حاليا عن منطقة إيران، ولكن نتكلم عن أناس ليسوا بمسلمين، لربما ادعوا أنهم مسلمين ولكن على الحقيقة هم ليسوا بمسلمين، عشان هيك في الرؤية تأتي بكلمة المجوس. ثلاثة من كهنة المجوس العتاهية، يعني الضالعين في أمور كفرية عظيمة من قديم الزمن، وهؤلاء محسوبين على حزب الشيطان وبالأخص على اليهودية. يعني هم يدعون أنهم لربما لا نعلم، ولكن يدعون أنهم شيء معين، ولكن في الحقيقة هم من اليهود، من عبدة الشيطان من اليهود، مجوسيين بأفكار يهودية عتاهية. هؤلاء الثلاثة يتوجهوا إلى غار حراء، وإحنا بنعرف أن غار حراء إخواني هو الغار الذي تعبد فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكان يتعبد فيه ليالي ذات عدد، يعني يخرج ويمضي مجموعة من الأيام، أيام ولياليها وهو يتعبد في هذا الغار. ونعلم أن جبريل عليه السلام أول ما جاء بالقرآن لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقال له اقرأ، إنما جاء في غار حراء. فجبريل عليه السلام جاء وكان في غار حراء، هذا معلوم عندنا شرع. فنقول يعني نكمل هذه الرؤية ونقول أن هؤلاء الثلاثة معهم أقمشة معينة، أقمشة من نوع معين، يقوموا من خلال هذه الأقمشة بمسح جدران الغار كله حتى يأخذوا أي أثر موجود على جدران الغار، والاحتفاظ بهذه الأقمشة لعله يخرج في هذه الأقمشة التي يمسح فيها الجدران أثر من مين؟ من جبريل عليه السلام. هم يبحثوا عن أثر لجبريل. يعني شفنا إخواني يعني رؤى أخرى تكلمت أن هناك خطط أو محاولات للشيطان، يقوم فيها الشيطان بمحاولة الوصول إلى أثر من الرسول عليه الصلاة والسلام. وتكلمنا في رؤيا أن هناك شخص محسوب على الروس استطاع أن يأخذ شعرة بالاحتيال من شعرات الرسول عليه الصلاة والسلام، وقلنا أن هناك كانت على مر الزمن محاولات كثيرة للوصول إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام لأخذ أثر من الرسول عليه الصلاة والسلام للقيام بطقوس السحرية. أما الآن شو بدهم؟ بدهم أثر من مين؟ من جبريل عليه السلام. لو سألنا إخواني لما هذا الأثر؟ يعني هذا الأثر يعيدنا من ناحية شرعية إلى قصة السامري في القرآن الكريم. السامري في القرآن الكريم يعني هناك اعتقاد كبير، وتكلمنا في هذا الأمر في بعض الدروس، وقلنا إنه الاحتمال الأكبر أن الأعور الدجال هو السامري. الأعور الدجال هو السامري. ليش إخواني؟ لأنه تكلمنا إنه السامري كان في عنده قدرة أن يرى جبريل. شو كان عنده قدرة أن يرى جبريل؟ يعني كيف استطاع السامري أن يرى فرس جبريل وهو يحط على الأرض دونا عن بني إسرائيل؟ كان عنده القدرة. فلنسأل لو سألنا لما كان عند السامري قدرة أن يرى جبريل أو فرس جبريل، الحصان الذي حط فيه جبريل على وجه الأرض؟ قلنا أنه الاحتمال الأكبر أنه السامري نصفه إنسان ونصفه شيطان، نصفه إنسان ونصفه شيطان. للي بحب يعرف إخواني، يعني اليوم في إحدى التصريحات أو إحدى المنشورات اللي قرأتها على الإنترنت للبابا يتكلم ويوجه خطابه إلى لوسيفير. لوسيفير هو اسم من أسماء إبليس، إحنا بنعرفه اسم عزازيل، بنعرفه اسم إبليس، بنعرفه اسم الشيطان الأكبر أو أبو كردوس أو أبو مرة، فيه له أسماء كثيرة. يعني العام من الناس بتعرف اسم مين؟ عزازيل، بالذات اليهود والنصارى بسموه عزازيل، إحنا بنسميه إبليس. الكبار السحرة شو بسموه؟
له السفير، يعني احد من اسمائه انه هو هذا الاسم. فالبابا يطل علينا ويطل على اتباعه من النصارى ويقول ويخاطب لوسيفير انه ابنك المسيح على وشك الخروج. فالمفارقه الغريبه، يعني احنا نتكلم على بابا، شو يعني المفروض انه هو يعني من رجال الدين النصارى اللي بيقول لا اله الا الله، خلينا نقول يقول عيسى رسول الله، هم حاليا يقولوا عيسى ابن الله، يقولوا عيسى هو الله، ويقولوا عيسى او ثلاثه بواحد، يعني بثلثوا. ولكن هذه المره الاولى التي نسمع من مرجعيه دينيه شو بتقول، انه عيسى ماله ابن ابليس، ابن ابليس. هذا لفين بوصلنا؟ وصلنا لنفس النقطة اللي احنا تكلمنا فيها وقلنا انه السامري نصف ماله انسان ونصفه شيطان. فلربما هنقول هذه كلها اعتقادات اخواني، لا نتكلم بشيء من قال الله وقال الرسول، نتكلم في اعتقادات قد تصيب وقد تخطئ، يعني احنا بنقول لربما. فلربما هذا السامري كانت امه مالها إنسية، وأبوه مين؟ أبوه إبليس أو شيطان. ومن خلال هذا التزاوج وجاء جاء السامري. لما يكون السامري نصفه شيطان، احنا بنعرف إخواني الجان والملائكة هي تعيش في نفس البعد، يعني تستطيع الملائكة أن ترى الجان، تستطيع الجان أنها ترى إيش؟ ترى الملائكة. هذا السامري لما كان نصفه شيطان شو كان في عنده القدرة؟ انه هو يستطيع ان يرى الملائكه، فكان في عنده القدره انه هو يرى جبريل ويرى اثر جبريل وياخذ هذا. احنا نعرف اخواني جبريل من اسمائه في القران الكريم الروح القدس. الروح شو يعني الروح؟ يعني هو الذي يحمل الارواح، وهو الذي عنده القدره انه هو يبث الحياه في المخلوقات. في أن ملك الموت بقبض الأرواح، وجبريل شو بيسوي؟ بيحمل الأرواح وبيبثها. وقلنا إخواني لأنه جبريل عنده قدرة أنه هو يبث الأرواح، فهذه الروح هي سبب إيش؟ سبب الحياة. أينما يحط جبريل شو منلاقي؟ منلاقي الحياة ازدهرت وعمت. والروح التي تأتي من جبريل تصنع الحياة في التراب وفي المعادن، وشو بتخليها تتشكل وتصبح عندها القدرة انها تصير ايش؟ جسد. جسد، لا نتكلم عن مخلوق، شو نتكلم عن جسد. فيصبح هذا الجسد عنده القدرة انه يتحرك او انه يخرج اصوات. شو بيبقى عشان الجسد يصير مخلوق كامل؟ بيبقى، يعني احنا قلنا تكلمنا عن تراب او معادن جاءت فيها الروح اللي من جبريل عشان تكتمل الصورة ويصير هذا مخلوق. شو بيلزمه؟ بيلزمه نفس. فين أحضرنا نفس ووضعناها داخل هذا الجسد شو بيصير؟ مخلوق كامل. يعني إحنا البشر إن جسد، هذا الجسد أصله ترابي، من تراب، وفيها من روح الله يأتي ملك، ونحن في أرحام أمهاتنا شو بيسوي؟ ينفخ الروح في هذا الجسد، وأيضا ينفخ النفس، يأخذ النفس من ظهر الأب وينفخها في هذا الجسد، فبنصير ثلاثة. هلا السامري لما أخذ من أثر الرسول، يعني من أثر جبريل، من هذا التراب، هذا التراب شو سوى؟ خلطه مع إيش؟ مع الذهب، وسيح الذهب. شو صار هذا الذهب والتراب اللي أخده؟ صار كأنه جسد له حوار. شو يعني؟ يستطيع أن يصدر أصوات، جسد، ولكن ليس بمخلوق كامل. عشان يصير مخلوق كامل شو بده؟ بده نفس. هل يستطيع السامري أن يمسك نفس من الأنفس وضعها في هذا الجسد؟ لا يستطيع. عشان هيك تم شغله ماله ناقص. إلا إنه هذا الشيء اللي سواه، هذا الشيء اللي سواه شو هو؟ هو تعدي على عمل الله سبحانه وتعالى، اعتداء على الله. لأنه شو بده يسوي؟ بيحاول إنه هو يخلق، وطبعا لا يخلق، إنما هو يحضر مخلوقات الله سبحانه وتعالى ويجمعها بعضها مع بعض. يعني هو ما جاب الروح، هو استخدم الروح التي دبت في التراب اللي جاء من أجل من أثر جبريل،
وخلطها مع هذا الذهب وصنع هذا الجسد، إلا أنه هذا الجسد بقي جسد له خوار ما في له نفس. وسيدنا موسى حكم على السامري أنه إيش؟ لا مسيس، يعني أنه أنت لن تستطيع أن تقترب من الناس والناس لن تستطيع أن تقترب منك. شو يعني؟ يعني ستعزل في مكان ما بعيد عن الناس، لربما كان حبس اللي فيه مين هلأ؟ الأعور الدجال. عشان هيك بنقول إنه السامري محتمل جدا إنه مين يكون؟ هو الأعور الدجال اللي حبسه سيدنا موسى، وبين سيدنا موسى إنه له موعد لن يخلفه. هذا الموعد إمتى؟ لما يأتي آخر الزمان ويأمر الله سبحانه وتعالى إنه يخرج بعد المهدي، وقبل مين؟ قبل سيدنا عيسى، حتى إنه يكون فتنة لا أتباعه من اليهود والنصارى. هلا هذا البيان اللي طلع علينا فيه البابا شو أعطانا؟ أعطانا تكملة صغيرة للقصة. وشو بقول لنا فيها؟ بقول لنا فيها إنه هذا الأعور الدجال مين أبوه؟ أبوه إبليس، أبوه الشيطان الأعظم. هذه التكملة الصغيرة هي بتعزز القصة اللي احنا تكلمنا فيها. ولا ننسى انه نقول احنا شو عمالنا بنقول؟ والله سبحانه وتعالى اعلم، لانه احنا لا نتكلم بشيء موجود عندنا صراحة في الكتاب والسنة، ولكن نعتقد اعتقاد. هلا لما احنا نتكلم، احنا نتكلم في هذه الرؤية انه هناك عتاهية من المجوس او من كهنة المجوس عمالة بتبحث عن اثر لمين؟ جبريل. على جبريل. شو معناه؟ معناه بدهم يسووا نفس العمل اللي سواه مين؟ السامري. يعني عمالهم بيتقلدوا او بيمشوا على خطوات السامري نفسه، انهم بدهم يسووا نفس اعمال السامري. شو بدهم؟ بدهم يحيوا جسد. اذا ربطنا هاي الرؤية اخواني في رؤية سابقة تكلمنا فيها قبل يومين او ثلاثة، قلنا انه هناك ورقة اخرجها الشيطان الاكبر وحضرها كورقة اخيرة قبل ظهور مين او الوجود او ايجاد الاعور الدجال. يعني قلنا انه هو نشر شياطينه، انه يلا دوروا لي على الاعور الدجال في كل الارض، ما تخلوا نقطة على وجه الارض الا ابحثوا فيها عن الاعور الدجال. ان وجدوا وجدوا، ان ما وجدوا شو بدهم يسووا؟ بدهم يستخدم الشيطان الأكبر، الطقوس اللي موجودة في هذه الورقة، حتى إنه شو يسوي؟ إنه هو يخرج الأعوار الدجال. فإن ربطنا الرؤيتين واحدة مع الأخرى، بتصير كأنه الأثر اللي هم بيبحثوا عنه من جبريل جزء من إيش؟ من متطلبات إخراج الأعوار الدجال. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. معناه نقول إنه في هذا الوقت هناك محاولة عظيمة من الشيطان والشياطين وعبدة الشيطان وأتباع الشيطان، سواء من الإنس أو من الجن، إنهم شو يسووا؟ يخرجوا الأعور الدجال. هذه محاولات يعني شديدة وعظيمة. إذا تذكروا إخواني كنا نتكلم في دروس سابقة وقلنا إنه إخراج الأعور الدجال كان مرتبط بطقوس، كان مرتبط بطقوس يقوم فيها الشيطان أو أتباعه داخل الهيكل اللي بدهم بني إسرائيل يبنوه، وهذا الهيكل يجب أن يكون فين؟ داخل بنيان المسجد الأقصى. وهذه الطقوس يعني يجب أن يقوموا بهذه الطقوس بعد ذبح بقرة حمراء. اللي بلاحظ إخواني في الأعياد السابقة، الأيام اللي مرقت علينا واللي كان تابع الإعلان تبعهم في الأيام السابقة في المنطقة الموجودة، المنطقة الجنوبية هون الموجودة عند القصور الأموية، نصبوا إشي اسمه المذبح. شوفوا اللي شافوا على الإنترنت، نصبوا مذبح. هذا المذبح هو المذبح اللي بيعتقدوا إنه أو اللي هم يعني بحسب مخططاتهم سيتم ذبح البقرة علي، يعني هذا المذبح اللي بدهم يذبحوا عليه البقرة. ما بعرفش هلا موجود، بس هم نصبوه، يعني نصبوه وحطوه على الإعلان في الدعايات تبعتهم خلال قبل أكم من يوم فقط، يعني أيام قليلة. في مش الباب الذهبي، ها
عند الباب المغلق، اسمه الباب الثلاثي، الباب الثلاثي المغلق اللي هو في الحائط اللي هو يعني تحت المرواني، تحت المرواني بس من الخارج، تحت المرواني من الخارج، يعني شبابيك المرواني تطل على القصور الأموية. هاي القصور هم استولوا عليها، وتم نصب المذبح في هذا المكان قبل بضعة أيام، ووضعوها على الإنترنت في دعاياتهم. واللي لاحظ إخوان اليوم المستوطنين اللي اقتحموا المسجد الأقصى، كل واحد كان لابس فيهم قميص أبيض مطبوع عليه كلمات من الخارج، من الخلف. هاي الكلمات يعني فيها أول إشي يعني حان الوقت لإيش؟ لبناء الهيكل، حان الوقت لهدم جزء من المسجد الأقصى، حان الوقت لخروج الأعور دجال. كل واحد لابس قميص فيه عليه كلمات تختلف، ولكن لو صفناهم الأشخاص وراء بعضهم أو مجموعة من اللي اقتحموا المسجد الأقصى اليوم، وصورنا القمصان تبعتهم ورتبناه، شو بنطلع؟ نطلع قصة كاملة، كأنه بأسم القصة على إيش؟ على مجموعة لوحات موجودة على قمصان، فهي رسالة موجودة. طبعا أنا اللي شفتهم يعني شفت بضع كلمات، لأنه يعني ما قدرت أن أنا أشوف كل الصور، ولكن اللي قدر أنه يصور أو أنا بنصح الأشخاص، يعني أنا بعرف أنه في ناس نشيطين في هذا الموضوع صباحا ويكونوا ماشيين وراء المقتحمين، أنه هو يركز على هاي الكلمات ويفرجلنا إياها بشكل واضح حتى نحن نفهم الأفكار اللي بنادوا فيها في الفترة القادمة. فكل هاي الشغلات اللي احنا نربطها مع بعضيها، عشان نلاحظ انه الوقت عندهم ماله يقترب ويعتد اقترابه، يعني بطل في وقت بالنسبة لهم ان هم يضيعوه، ولازم يخرج الاعور الدجال. هم يحاولوا قدر الامكان انهم يخرجوا الاعور الدجال في هذه المرحلة وفي هذا الوقت. فمعناه اخوان بدنا ننتبه إنه هاي الفترة اللي موجودة علينا جاي علينا فترة صعبة جدا جدا جدا. ولو سألنا يعني شو أفضل تصرف إحنا نتصرف في مثل هذا الحال، نرجع كمان مرة ونأكد إنه إحنا في بيت المقدس، في أثناء بيت المقدس، يعني في حالة استضعاف، يعني ضعف، ما في عنا لا حول ولا قوة. ومنذكر كمان إنه الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إيش في بإيدينا؟ إيش الإمكانيات اللي بدنا نسويها من غير منظور حالنا؟ الإمكانيات اللي إحنا بدنا نسويها من غير منظور حالنا، إحنا نيجي بشكل سلمي ونجلس داخل المسجد الأقصى قدر الإمكان، قد ما بقدر، الفجر، الضحى، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، قد ما بقدر آجي وأجلس في المسجد الأقصى. مش لازم إخوان أشعر بالإحباط إنه ماله الأوضاع اللي حوالينا صعبة، وإنه الناس مالها، خلينا نقول إنه الناس في وضع صعب جدا والظروف اللي حواليها قوية جدا. هاي الأمور ما لازم تشعرني بالإحباط، لازم من الداخل أكون يعني عزيز كريم، إنه هذا الإشي اللي أنا بقدر أسويه، وطالما إنه هذا الإشي اللي أنا بقدر أسويه، فإن شاء الله إنه بكون في إلي عليه ثواب من الله سبحانه وتعالى. يعني خلينا نقول إنسان فقير وبده حابب يتصدق، ولكش والله شرط عشان انت تتصدق بدك تخرج 1000 شيكل من مالك عشان تتصدق. لا، لو اخرجت شيكل واحد من مالك على قدرتك وعلى حد قدر امكانياتك تصدقت فيه، ان شاء الله بكون في لك في ايش؟ اجر من الله سبحانه. ونفس الشيء اخوان بالنسبة للمسجد الاقصى، على قدر امكانياتك، على قدر قدرتك تيجي للمسجد الاقصى في الاوقات اللي بتقدر تيجي فيها، في الامكانيات اللي بتقدر تيجي فيها. اذا واحد قال لك عم وقف أعطيني هويتك، قل تفضل هاي الهوية، بدك خلي هوية هون خليها، بدك توقف هون بتوقف، شو بتقدر يعني اللي بطلبه منك بتسويه طالما انك انت مجبر عليه. اللي بتقدر تسويه بتسويه، اللي بتقدرش تسويه بتحتسب أجرك فيه على الله سبحانه وتعالى. ولكن يجب أن يكون شعورك من الداخل هي العزة والكرامة، انك انت بتسوي اللي بتقدر عليه، تسوي اللي بتقدر تسويه. نتذكر إخوان إنه هذا المسجد الأقصى هو بيت الله سبحانه وتعالى، بيت الله عز وجل. وجودك في هذا البيت
من أكبر النعم على الإطلاق، يعني أكبر نعمة الله سبحانه وتعالى يعطيك إياها إنك شو تكون؟ تكون موجود في المسجد الأقصى، نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. مين بصح له إخواني؟ هلا تجي له دعوة من وزير ولا من أمير ولا من ملك كله تعال بتقصر في فقين في قصري، تحس حالك إيش؟ تحس حالك والله مين أبو زيد خالك إنه فلان دعاك عنده؟ فما بالك لما الدعوة تجيك من مين؟ من ملك الملوك، من الله سبحانه وتعالى، يقول لك تعال على بي. هل في أعظم منها هاي الدعوة؟ ما في أعظم منها. عشان هيك لازم تبقى عارف إنك أنت في وجودك هون أنت في بيت الله عز وجل، وهذه أعظم الأماكن على الإطلاق اللي ممكن تكون فيها. ما في أعظم منها إنك تكون في بيت الله سبحانه وتعالى. فمين بيقصر؟ يعني واحد والله أجته دعوة من ملك قال له تعال على قصري، يقول له والله في عندي اليوم شغل، أنا شو بدي أسوي؟ أنا بدي أبدل الشغل على دعوتك. فما نفس الإشي بيت الله عز وجل، هذا بيت الله. أنو أعظم إنك أنت تكون في بيت الله ولا تكون على سبيل المثال في ناس للأسف يعني بيجلسوا على القهاوي أو على مفترقات الطرق أو عم حمل له كيس بزر أو عم شو اسمه بده يروح الزيارة أو بده يجزر، يعني الشغلات خلينا مش نقول إنه والله شغلات فيها صلة رحم ولا شغلات تانية، لا نحكي شغلات بتضيع فيها الوقت على الفاضي. فأنت إذا عمالك في عندك وقت تضيعه ضيعه بيش أنت تستفيد منه، يعني بدل ما تصف على القهاوي أو أنك أنت تتوزع على مفترقات الطرق أو أنك أنت تقعد في بيتك هايص لايص مش عارف شو بدك تسوي وماسك الريموت كنترول بتنقل من قلال لقلال زهقان مش عارف شو بدك تسوي، استغل الوقت بيش مفيد. تعال على المسجد الأقصى، اقعد في بيت الله عز وجل. ما في شعور أجمل من أنك أنت تكون في المسجد الأقصى. إخواني واحد هم الدنيا كله قديش الدنيا فيها هم وغم وابتلاء لنا المسلمين، مجرد ما نوصل للمسجد الأقصى وندخل من الباب يعني بحس الواحد كأنه هو داخل الهموم وقفت على الباب وهو دخل إيش؟ بدون هموم، كأنه هاي الهموم إشي هو لابسه زي كأنه لابس قميص أو جاكيت أو إشي وخلع هذا الهم فين؟ على الباب من الخارج ودخل وعاش نفسية جديدة. يعني كتير من الأيام الواحد توصل معه إنه هو خارج يكون مضغوط وتعبان نفسياً حاسس بأسى وهم وغم، وبيجي على المسجد الأقصى مجرد ما دخل كل اللي كان برا شماله انتسى، ولما يطلع حتى لو كان في عنده مشكلة بينه وبين واحد خلص وروح بيضحك بوجهه تنحل هاي المشكلة. فأنت يا إخواني جاي لبيت الله سبحانه وهذا أعظم البيوت. فأنا اللي بنصحه وبنصح فيه حالياً يعني أنت استغل هذا الوقت، هذا وقت قربات للمسجد الأقصى، وقت هذا وقت قرب للمسجد الأقصى، فاستغل الوقت أنك أنت تصيد عصفورين بحجر، أنك أنت تعمر المسجد الأقصى، وبنفس الوقت أنك شو تسوي؟ تيجي ترتاح في بيت الله سبحانه وتعالى وتقلع وتشلح كل همومك وهمومك خارج المسجد الأقصى. إن شاء الله إخواني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا سبحانه وتعالى. فهلأ بالنسبة للطقوس التي يحاول الشيطان القيام فيها، تكلمنا إخواني نحن جايين على فترة زمنية يعني صعبة جدا مشحونة ومتوترة، الناس هتكون نفسيتها كثير صعبة، ونصحنا بمجموعة من النصائح ونضيف عليها موضوع الرقية الشرعية. يعني لا بأس إخواني إنه إحنا نستخدم الرقية الشرعية. الرقية الشرعية يعني تنفع في حالة العين، في حالة الحسد، في حالة المرض، في حالة الضغط النفسي أو الضغط المشحون اللي إحنا جايين عليه. في الرقية الشرعية إخواني يفضل إنك أنت تجيب ماء، وهذا الماء كل ما كان يعني أقرب للزمزم، ماء زمزم بيكون أفضل، ما فيش عندك لو شيء جزء منه زمزم والباقي ماء عادي يعني أفضل. إذا ما فيش ماء عادي من البير أو ماء المطر أو حتى من ماء الحنفية يعني بتجيب هذا الماء وتقرأ عليه
ما تيسر من القرآن الكريم. وبذكركم إخواني يعني في القرآن الكريم آيات الرقية يعني المهم جدا فيها سورة الفاتحة. ليش سورة الفاتحة؟ سورة الفاتحة اسمها أصلا من أسمائها الرقية، اسمها أو من أسمائها الرقية. يعني يروى أنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في أحد الأحاديث، يعني يروى أن سيدنا محمد أخرج مجموعة من الصحابة عشان تدل الناس على الإسلام. فهذه المجموعة من الصحابة بتمر على مجموعة من الناس أو قرية من القرى فيستطعموهم، يعني بطلبوا منهم يطعموهم ويسقوهم، بيرفضوا الناس أنهم يطعموا الصحابة. فبيخرجوا الصحابة من هذه المنطقة على أساس أنهم يدوروا على منطقة تانية يدعوهم للإسلام. فبيخرج مجموعة من هذول الناس بدوروا على المسلمين، شو بيقولوا لهم؟ بيقولوا لهم هل فيكم من راق؟ شو يعني راق؟ يعني راقي شرعي. هل فيكم واحد بيعرف يرقي الشعر؟ فإن أميرنا يعني المسؤول أو شو اسمه الكبير تبع هذيك القرية قد لدغ. شو يعني؟ يعني لدغته حية، أفعى، عقرب، الله أعلم. فأحد الصحابة بيقول أنا أرقي ولكن على أن تصالحوني على قطيع من الغنم. يعني إذا بدكم أنا برقي بس بشرط إذا قام وطاب شو بتعطوني؟ قطيع من الغنم. قطيع من الغنم من فوق، من فوق 70، فوق 70 راس من الغنم. فوافق. أجى هذا الشخص من الصحابة وضع يده على موقع اللدغ وشو قرأ؟ الفاتحة فقط. فقام الرجل ما به من قلبه، شو ماله؟ طاب. الله سورة الفاتحة. الفاتحة من أسمائها الرقي. هلا لما طاب صالحوهم، يعني أعطوهم اللي اتفقوا عليه قطيع من الغنم فساقوه. هلا الصحابة في الطريق شو بيقولوا؟ بيقولوا بنقتسمه. يعني أنت هذا إحنا مجموعة بنقسم القطيع بيناتهم. قال لهم لا، حتى نسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، بلكن اللي عملناه غلط. فبدهم يسألوا الرسول. فلما وصل للرسول عليه الصلاة والسلام قصوا له اللي صار. شو قال؟ قال وما أدراك أنها رقية. سورة الفاتحة، يعني شو سماها الرسول صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة؟ إنها الرقية، أو إنه من أسماء سورة الفاتحة الرقية. اقتسموا واضربوا لي بسهم. شو يعني؟ إن اعتبروني كأني كنت معكم واقتسموا، اقسموا قطيع بينكم وأنا في لي حصة زي. فبهذا الحديث يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أقر لنا شغلتين. الشغلة الأولانية أقر لنا إنه الفاتحة قسم الرقية، وأقر لنا إنه جواز أخذ الأجرة على إيش؟ على الرقية. ولكن إن كانت الرقية لوجه الله سبحانه وتعالى شو بتكون؟ تكون أفضل. أما من ناحية شرعية هل يجوز؟ فيجوز، لأنه هذا الحديث يدل على جواز أخذ الأجرة على الرقية. فمعناه سورة الفاتحة إخواني هي من الآيات أو من الصور الضروريات في قراءتها في حالة الرقية. أيضا إخوان آية الكرسي، آية الكرسي من أعظم الآيات التي يمكن استخدامها في الرقية الشرعية وفي الحرب على الشياطين. ونعرف في حديث أبو هريرة لما وضع الرسول عليه الصلاة والسلام على بيت أو على أموال الصدقات، أنه يحرس أموال الصدقات في الليل، أنه جاء الشيطان يحثوا من أموال الصدقات، بده يسرق من أموال الصدقات. فأبو هريرة مسكه أول يوم، فصار الشيطان شو سوي؟ صار يتحزن له، أنا فقير وأنا في عندي عيال واتركني ما تاخذنيش للرسول. فتركوا أبو هريرة أول يوم، وتاني يوم نفس الإشي. ثالث يوم فقال له أبو هريرة، قال له فيش مجال بتاخدك البيت للرسول، خليه عاقبة. فشو قال له؟ قال له بعلمك إشي إذا لقيت إنه منيح بتتركني. فأبو هريرة وافق، فقال له أنا إبليس، أنا جيت حتى إنه أنا أحصل من أموال الصدقات حتى إنه أخرب العلاقة اللي بينها وبين الرسول، بس ما نجحتش. ولكني بعلمك إنه سورة آية الكرسي هي حفظ من الشيطان. فشو علموا إبليس؟ علموا آية الكرسي هي حافظ على الإنسان من كيد الشياطين. فأبو هريرة شو سوى؟ أطلقوا وراح للرسول عليه الصلاة والسلام. وقبل ما يتكلم مع الرسول شو قال له الرسول؟ ما فعل صاحبك الليلة يا أبو هريرة؟ يعني الرسول هو اللي بدأه.
قال له تعال يلا احكي له القصة اللي صارت مع مين؟ مع إبليس. فشو قال له لما رواله أبو هريرة اللي صار؟ شو قال له؟ لقد صدقك، فقعد عنه صار. قال له لقد صدقك وهو كذوب، يعني انه فعلا آية الكرسي مالها حافظ على الانسان من الشياطين، ولكن بدك تبقى عارف انه الشيطان ماله صفته انه كذاب كذوب. عشان هيك اخواني آية الكرسي من الايات العظيمات التي تحفظ الانسان من شر الشياطين، وتستخدم عادة قبل النوم، وتستخدم في الرقية الشرعية في التلاوة لما نرقي فيها انسان. وبالنسبة لليل إخواني في المنام آية الكرسي ضرورية جدا جدا جدا. ليش؟ لأنه إحنا بنعرف شرعا أن الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني البني آدم لما ينام شو بصير بنفسه؟ تخرج كما تخرج النفس عند الموت، تخرج عند النوم. الفارق أنه لما تخرج عند الموت ما بترجعش خلاص، ولكن لما تخرج عند النوم لما تستيقظ شو بصير في النفس؟ بترجع. فما فيش نفس عند النوم، عشان هيك رفع الكتاب او رفع القلم عن النائم حتى يصحو. يعني النايم ما في عليه حرج، نقدر نقول عليه انه مكلف، نسميه غير مكلف حتى من ناحيه شرعيه. يقال اذا كان انسان محرم في وقت الاحرام نام وغطى وجهه، احنا بنعرف الاحرام لا يجوز تغطية الوجه، طب هو نايم شو سوى؟ غطى وجهه. نقول من ناحية شرعية إذا في واحد صاحي وشافه غطى وجهه شو لازم يسوي؟ لازم يكشف له وجهه، لأنه لا يجوز تغطية الرأس في حالة الإحرام. فبقول هون في قاعدة، المكلف مكلف بغير المكلف، يعني الفايق شو اسمه؟ مكلف، والنايم غير مكلف. فهذا الفايق مكلف، مكلف بمين؟ النايم اللي هو غير مكلف. عشان هيك النايم نقول عنه غير مكلف، مرفوع عنه القلم وما في عليه حساب وهو نائم. هلا كون النفس مش موجودة في جسد هذا الإنسان عند النوم فهو غير مكلف. طيب شو ممكن؟ ممكن هلا يكون جسده مرتع لمين؟ للشياطين، يعني يجي أي شيطان أو حتى قرين الجان اللي موجود في جسد الإنسان في الليل شو يصير؟ يصير يلعب فيه كوابيس وأحلام مزعجة ومنامات متعبة ورسائل غير صحيحة، هو نايم يصير العفي. عشان نمنع كل هذا الاشي شو بنسوي؟ نقول قبل النوم شو لازم يسوي الواحد؟ لازم يتوضأ ويصلي ركعتين، يقرأ آية الكرسي في كفه ويمسح على جسده، وبعدين بحط رأسه على كفه اليمين وينام. بهاي الحالة شو بكون؟ بكون انه هو حفظ جسده من ايش؟ من اي حرب من الشياطين. كمان اخواني بنذكركم، يعني لما انسان يجي يحكي لي يقول لي والله انا شفت منام، انا من الاسئلة اللي بسألها انه بسأله هل نمت على السنة؟ شو يعني؟ يعني لما انت نمت كنت متوضي وصليت وقرأت آية الكرسي ومسحت على جسمك قبل ما تنام، هذا الاشي شو بيفيدني؟ بيفيدني اذا كان هو فعليا نايم على السنة انا ما في شيطان، فالاشي اللي شافه ما بيكون شيطان. شو بتم؟ لانه المنامات على انواع، في اشي من الشيطان، في اشي من الرحمن، وفي اشي من ايش؟ من هوى النفس. يعني دماغك تفكر باشي وبتمك انت تفكر فيه فبتحلم فيه. في اشي بتيجي رسالة من الله سبحانه وتعالى اللي نسميها الرؤى، وفي اشي شو بيجي؟ بيجي كله من لبس الشيطان. عشان احنا نحيد الشيطان، نقيم الشيطان ما يدخل في المنامات تبعتنا، شو بدنا؟ بدنا ننام على السنة. فبتصير بهاي الحالة اقرب واسهل انك انت تفهم شو بتم عندك، اما اللي شافه بيكون من الرحمن او من ايش؟ من هوى النفس. كيف هلا بتقيم هوى النفس؟ تيجي بتسأله الأيام الماضية قبل ما أنت تشوف هاي الرؤية شو كان يصير معك؟ صار معك مشكلة معينة؟ تتلت أنت وحدا؟ صار معك هم؟ صار معك غم؟ هذه الشغلات شو بتدلنا؟ تعلمنا إنه هذه الشغلات اللي بتصير معه في النهار ممكن يكون تأثير إنه هو شو يسوي؟ يحلم فيها في الليل. إحنا في المثل شو منقول؟ اللي على بال أم حسين بتحلم فيه في الليل، هيك منقول. فالإشي اللي بيكون صاير معك في النهار
ممكن أثر عليك فين؟ في الليل. هلا إذا إحنا شفنا إنه اللي شافه في المنام ما في له علاقة في الأيام والمشاكل بتصير معه وهو نايم على السنة، شو منقول؟ ها هاي صار في احتمال إنها تكون رؤية من الرحمن. تعال نشوف يا عم. هلا بندرس شغلات تانية، منقول هل في الإشي اللي رآه شيء يخالف الشرع؟ إذا لقينا شغلة صغيرة هل قد راس الدبوس بتخالف الشرع شو منقول؟ لا، بطلت من الرحمن. شو بتتمها؟ بتتمها أحلام أنت من راسك أو من حياتك عبيتها. أول إشي بدك تتأكد إنه كل المنام من أوله لآخره ما في مخالفة شرعية لا من قال الله ولا من قال الرسول. بعدين شو بتسوي؟ هل في مخالفة لعرف من أعراف الناس على سبيل المثال ولا لا؟ يعني بتصير أنت تدرس الشغلة أكثر وأكثر عشان إنك تقدر توصل وتفهم شو المنام اللي شافه، هل هو من وسوسة الشياطين أو من من عقل الإنسان أو من الرحمن وهكذا. بدنا نوصل له إخواني. يعني الرقية الشرعية لحد هلا شو شفنا؟ شفنا الفاتحة وآية الكرسي ضروريتين جدا. وآية الكرسي إخواني نعلم من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام إنه نزل فيها، يعني فتح لها باب مخصوص من السماوات ونزل فيها ملك مخصوص من السماوات وهي من كنز من تحت عرش الرحمن. وكذلك خواتيم سورة البقرة. خواتيم سورة البقرة إخواني من الآيات العظام اللي ممكن نستخدمها في الرقية الشرعية. صار في عند سورة الفاتحة، آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، بعدين في عند سورة الإخلاص قل هو الله أحد. هذه من أعظم الآيات، اسمها الإخلاص وهي صفة الله سبحانه وتعالى، وتستخدم وهي من الأمور أو الآيات أو الصور العظيمة التي قد تستخدم في الرقية. وأيضا في أن المعوذتين. المعوذتين إخواني بنعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سحر وسحروا لبيد بن أعصم اليهودي، وهذا حديثه موجود في البخاري، ولكن الخلاصة تبعت الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سحر وأخرج أربعة من الصحابة إلى بني ذروان ورفعوا الرعوف الصخرة الكبيرة وأخرجوا عقد السحر من البئر وجابوها للرسول صلى الله عليه وسلم ووضعوها أمامه، شو قرأ عليها؟ قرأ عليها المعوذتين. وكان كلما يقرأ آية من آيات المعوذتين طفق عقدة من عقد السحر. فالمعوذتين مالها؟ فيها تأثير عظيم على أعمال السحرة والسحر. عشان هيك المعوذتين كمان ضروريات مالها لا الرقية الشرعية، وفي لها يعني في لها عظمة شديدة في فك الأعمال السحرية والعين والحسد وغيره. غير المعوذتين في عنا قل يا أيها الكافرون، سورة الكافرون، يعني هذه أيضا من الصور التي تستخدم. وفي عنا كمان إخواني مجموعة من الآيات التي تتكلم عن السحر الذي تم أو كان موجود من سحرة فرعون إبان وقت سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. أيضا إخواني الآية رقم 102 من سورة البقرة التي تتكلم عن سيدنا سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، هذه أيضا كمان من الآيات التي يمكن استخدامها في الرقية الشرعية. هنا فينا مجموعة من الآيات، هذه الآيات نحضر ماء ونقرأ هذه الآيات بحيث أن الهواء الخارج من فمنا شو يضرب على سطح الماء يضرب فيه، ولما ننتهي من هذه الآيات هذا الماء نستطيع أنه إحنا نشرب منه للشرب ونستطيع أن نغتسل. فهو مغتسل وهو شرب، مغتسل وشرب، مغتسل بارد وشرب. وكل ما كان أبرد شو بكون؟ أفضل. يعني الماء البارد أفضل من الماء الحار لإيش؟ للرقية. لأنه الشيطان صفته الحرارة النار، والماء هذا شو بيسوي؟ ببرده أو بتفل. فكل ما كان الماء أبرد شو بكون؟ بكون أفضل إن شاء الله في هذه في هذا الماء. معناه إخوان يعني إحنا في الفترة الزمنية اللي قادمة علينا يفضل إنه كل واحد شو يبدأ يتعلم الرقية الشرعية. هناك خلاصة للرقية الشرعية يعني في ملف سواء على الإنترنت
او اللي موجود مش ملاقيه بيقدر يطلبه مني، بقدر ابعث له الملف لخلاصه الرقيه الشرعيه كيف يسويها. وفي بعد ما يقرا على الماء ويشرب الماء ويغتسل فيه، في كمان ادعيه معثوره عن الرسول عليه الصلاه والسلام، مثل اللهم يا شافي اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، وغيرها من الادعيه التي يمكن استخدامها في هذه الرقيه. فالنصيحه يا اخواني نحن نبدا نتعلم الرقى الشرعيه، نرقي انفسنا ونرقي ابنائنا، زوجاتنا، اخواننا، جيراننا اللي حوالينا قد ما بنقدر، لانه احنا قادمين على زمن المي والملح تستخدم في رقيه المكان. في اخواني بدنا ننتبه انه في الرقى انواع، في رقيه للمكان وهذه يستخدم فيها الملح لتنظيف المكان، في رقيه للانسان وهذه يستخدم فيها ورق يعني السدر. هذا الكلام هذا يخدم للمكان، للمكان وارد ان شاء الله. ورق السدر، ورق السدر قد تستخدم، يعني ورق السدر او ورق الدوم قد يستخدم داخل الماء، يعني يطحن ويستخدم في الماء المقروء عليه، يكون فيه ايضا تاثير اعظم وافضل ان شاء الله. اخواني ما بقي وقت، ان شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى في الدقيقه او الدقتين المتبقيات، ونقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، انك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت فيه المقادير. اللهم انصر أقصانا وشاف جرحانا ومرضانا. الله أكبر الله أكبر. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجزيكم خير.